السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة مريم التعليمية أهلا ومرحبا بكم في حصة الدعم الأسبوع الثاني والعشرون الصفحة ستة وستون أقوم تعلماتي النشاط الأول لفرز المواد الحديدية من النفايات نستعمل المغناطيس ولتوضيح ذلك أستعمل مغناطيسا بقرب مواد فلزية السؤال الأول ا أستنتج أن المغناطيس يجذب هذه المواد لأنها تحتوي على باء أتمم الفراغ بما يناسب يجذب المغناطيس هذه المواد لأنه يسلط عليها ج أستنتج أن المغناطيس يسهل الأجسام الحديدية لاحظوا معي في الصورة هنا ماذا نلاحظ نلاحظ رافعة بها مغناطيس كبير نسلطه على النفايات لتقوم بفرز النفايات الفيليزية لأن المغناطيس يجذب النفايات التي تكون على شكل أجسام حديدية فالمغناطيس هنا عندما نسلط- نسلطه على تلك النفايات يقوم بجذبها إليه، أستنتج أن المغناطيس يجذب هذه المواد لأنها تحتوي على قلنا المغناطيس يجذب الحديد لأنها تحتوي على الحديد نكتب الحديد نكتب الحديد لأنها تحتوي على الحديد باء أتمم الفراغ بما يناسب يجذب المغناطيس هذه المواد لأنه يسلط عليها إذا كما نعرف وكما تعرفنا في الدروس السابقة على أن المغناطيس يطبق قوة على الأجسام الحديدية فيجذبها إليه إذا القوة هي قوة عن بعد بحيث يجذب المغناطيس جميع الأجسام الفلزية الحديدية فيجذبها إليه بسهولة إذا يجذب المغناطيس هذه المواد لأنه يسلط عليها قوة الجاذبية نكتبه قوة الجاذبية قوة الجاذبية ج أستنتج أن المغناطيس أستنتج أن المغناطيس يسهل الأجسام الحديدية إذا قلنا أن المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية وفي حالة استعماله لفرز النفايات فالمغناطيس يسهل عملية فرز النفايات وكذلك جذب فهو يجذب الأجسام الحديدية نقول أن نستنتج أن المغناطيس يسهل فرز عمليه عمليه فرز وجذب عمليه فرز وجذب الاجسام الحديديه لاكتيفيتي دو جو كلاس سويفون يعني أرتب الاجسام التاليه على حسب على حسب كل خانه اين تنتمي لدينا فيل اون كويفر سلك نحاسي مورسو دو بوا قطعه خشب باغ اون ارجون يعني خاتم فضي اي باي اون بلاستيك باي بلاستيك هو الجسم الذي نستعمله لشرب العصير اه... القشه التي نستعملها لكي نشرب العصير علينا ان نرتب هذه الاجسام على حسب أنكور كوندكتور ديليكتريسيتي موصل كهربائي كوندكتور ديليكتريسيتي هي موصل كهربائي اي اون ايزولون الكتريك ايزولون الكتريك هو عازل كهربائي في الخانه الاولى لدينا كوندكتور الكتريك قلنا هي موصل كهربائي ايزولون الكتريك هي عازل كهربائي نبدا فيل اون كويفر فيل اون كويفر من سلك نحاسي هل السلك نحاسي موصل كهربائي أم عازل كهربائي؟ الأسلاك النحاسيه والحديدية هي كلها أجسام موصله كهربائيه، إذا نكتب فيل أون في خانة كوندكتور إلكتريك، نكتب فيل أون كويفر فيل أون لدينا مورسَوٌّ دو بوا، مورسَوٌّ دو بوا هو قطعه خشب. هل الخشب موصل أم عازل كهربائي؟ الخشب هو جسم عازل كهربائي نكتب مغصو دو بوا مغصو دو بوا باغ أو ارجون خاتم فضي الخاتم الفضي هو موصل كهربائي نكتب باق باق ون لارجون هو موصل كهربائي باي اون بلاستيك الاجسام البلاستيكيه هي اجسام عازله كهربائيه اذا لا باي أو بلاستيك عازله كهربائيه أو بلاستيك اذا الموصل الاجسام الموصله للكهرباء هي في اون Bagon argent elle assemble l'asie la et un morceau de bois paille en plastique.